شهدت مدينة جدة مساء أمس حدث فني عالمي وهو انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، والمميز أن هذه الدورة حضرها ألمع وأبرز النجوم من حول العالم. وكمان المميز أن فيلم الافتتاح للمهرجان كان الفيلم السعودي حوجن. كاميرا سيدتي وكعادتها تواجدت في هذا الحدث مع زميلتنا مها الفران. خلونا نتابع الأجواء. مهرجان في الأساس ولد كبير، الآن هو في يعني في زمن قياسي 3 دورات وليس 30 دورة، استطاع أن يضارع كبريات المهرجانات الإقليمية في العالم العربي اللي مر عليها 40 سنة. صاروا المخرجين العرب يحرصون والخليج والأفارقة وفي المنطقة الشرق الأوسط عموما يحرصون على أن يكون فيلمهم العرض الأول العالم الأول في مهرجان البحر الأحمر. دعوة جميلة وتكريم رائع، وحضوري للمهرجان بدون تكريم يعتبر فخر وشرف لي. مهرجان البحر الأحمر السينمائي له قيمة ومكانة غالية على الجميع. مهرجان البحر الأحمر خلص أخذ الطابع تبعه العالمي وصار من أهم المهرجانات السينمائية بالمنطقة وخاصة بالمملكة العربية السعودية. نجاح مبهر من أول دورة، اليوم نحن بالدورة الثالثة، كتير مبسوطة بالمشاركة وكتير مبسوطة أنه في أفلام كتير حلوة مشاركة وفي نجوم عالمية هالقد حلوين مشاركين. كتير سعيد قد هالمهرجان بيدعم المواهب الشابة، لأنه البرامج اللي عندهم إياها لدعم المواهب أنا بالنسبة لي من أهم القصص اللي المفروض تكون موجودة بكل مهرجان خاصة بوطننا العربي، لأنه بتلاقي كتير شباب موهوبين كتير بس ما عندهم دعم ابدا انتاجيا او حتى ناس تاخذ بايدهم وتدفش فيهم اذا بدك لقدام، فكتير سعيد من هالناحيه اللي بوفرها المهرجان دائما. دراما بالمملكه العربيه السعوديه، السينما عندها دعم، عندها محبه، عندها ناس محاوطينها، فكلنا شايفين انه رح توصل ل مطارح كتير 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 مهمة. الحقيقة أنه السعودية تخطو خطوات سريعة جدا وخطوات ذكية وواضحة بأكثر من مجال، وبمجالنا نحن تحديدا أعتقد بأنه هناك وعي لأهمية الدراما وأهمية السينما بنقل تراثنا تاريخنا حضارتنا، ونحن عنا من الحكاية الكثير لحتى تنقال بالموروث الشعبي والديني والتقليدي، فهذا مجال كتير مهم لحتى نحن نقدر نقدم حالنا بشكل مختلف للعالم. أنا بصراحة كل سنة أتفاجأ وأنبسط وأفتخر لأنه السقف الجودة والتوقعات كل ماله بيرتفع، ومع هذا الشيء جودة الأعمال بترتفع، وعندنا الآن الدورة هذه أعمال أكثر بكثير من الدورة الأولى، وهذا الشيء جدا حلو جدا ايجابي وجدا محفز لنا احنا كصناع افلام. الريد سي فيلم فيستيفال من اعظم المهرجانات صراحه، يعني اللي انا احبها شخصيا، رحت كان، رحت فينس، رحت كل مكان، الريد سي له مكانه قويه جدا في قلبي يعني، وخصوصا انه سطار بدا من هنا، فيعني ما نقدر نقول شيء. بصراحه المهرجان رائع وكثير احلى من السنه اللي قبلها، مميز كثير، عم شوف نجوم من كل انحاء العالم، بجنن كثير حلو. في شباب في السعودية عايز يعمل أفلام وعايز يحكي الحواديت بتاعت السعودية وعايز يعرف الحواديت بتاعت العالم، ففي حالة كده من النشوة في كل التظاهرات الثقافية بتاعت السعودية. واليوم افتتاح فيلم سعودي، فيلم السعودي اليوم أصبح بالافتتاح، هذا شيء كبير. الدورة الأولى كنت مشاركة في فيلم، الدورة الثانية عشرات من الأفلام، الدورة الثالثة اليوم فيلم افتتاح سعودي، هذا شيء يدعو للفخر. مرة يعني كثير أنه الفيلم يكون في انترناشنال فيلم فيستيفال حاصل في المدينة اللي أنا تربيت فيها ونشأت فيها، يعني مسقط رأسي في جدة، وبتتعمل رواية اتكتبت أحداثها في جدة واليوم بتتصور وبتتعرض في مهرجان عالمي في جدة. مشاعر ملخبطة والحمد لله أنا ممتن.